تفاصيل البوتي شنو فيلم؟ ما اعرف شنو فيلم. انا بسمع من عندك. ابو علي المشكله اكو واد ما صدق بك، هاي كارثه. شو نسوي لها والله؟ شلون نقنعها؟ نسوي لها حرس. اللي قال بالصيف تمطر الدنيا، مطرت الدنيا. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. اجى صلوات الله عليه، كان صادقا، بعدين صار امين، بعدين صار عبد، بعدين صار نبي، بعدين صار إمام. أولين كان الصدق بحياته. لو لم يكن صادقا ما كان أمينا، لو لم يكن صادقا ما كان أمينا. أنا علمني معلم، هذا المعلم كان خبازا. عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. هل تقول للشيء كن فيكون؟ لا. شنو؟ بعدني ما وصلت، أبحث عن دين محمد. في يوم من الأيام جاء واحد للإمام الصادق عليه السلام. زين. حينما وصل إلى الإمام الصادق قال له أنا أنتم في دينكم تقولون للشيء كن فيكون؟ قال بلى والله. نحن أعطينا الإمامة والفصاحة. ولكن قال له أنا أقول للشيء كن فيكون. قال كيف أنت وأنت بوذي تعبد الحجر؟ هلو هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي ترى غير شغلة هاي. صلي واعبد الله ولا تذنب وشوف اللي تشوفه بحياتك، أطلب أي شيء تشوفه. زين شلون دخلت عالم الروحانيات عندك؟ وهذا علمني انا عندي هذا علم يعني احنا علمنا اياها علمك قول لنا علمني افغاني ما تحتاج انه تعرف الرجال علمني بس مو هاي دارس المخابرات انت؟ ها؟ بالكي جي بي دارس؟ لا ما دارس يعني لا شنو ما دارس؟ هسه احكي لنا يا شيخ علي لا ما دارس انا الله وكيل لا ما دارس انا الله وكيلك ماكو سرنا بالكاميرا احنا ترى ماكو شيء لا ماكو شيء فضيحه على الاخر لا ماكو شيء فضيحه على الاخر ساعود اليك مباشره تفضل. انا كنت باحد اهم الاجهزه بالعراق نعم والروس هم اللي درسونا فكان هذه المدرسه يعني انا من احكي لك ضابط نعم عادي يعني انت تعرف صحيح صحيح واهم ضابط مو ضابط يعني مثل بقيه الناس احكي ومثل لا يعني انا من احكي لك ضابط نعم عادي يعني انت تعرف صحيح صحيح واهم ضابط مو ضابط يعني مثل بقيه الناس احكي ومثل لا فدرسونا الكي جي بي من فكك الاتحاد السوفيتي نقلها بوتين لان كان بوتين هو قائد هذه المدرسة لأن كان هو مدير مكافحة التجسس من الولايات المتحدة الأمريكية ونقل من نقل وصار معاون مدير الكي جي بي نقلها إلى مكان لم تعرفه الولايات المتحدة هاي اللي قلت هاي شنو هاي مو هاي مو كتلوك تخلصوني منك والله مصيبة انت اعرف ما حد يزاوتك وانت الشيخ ما حد يزاوتك على سفرتك يا سيدي الفيلم حسين على روحتك للاعلام خلينا نفتهم اقسم بالله العلي العظيم واني صادق التقيت بشيخ بالسفاره العراقيه وما كان عندي جواز وانا جيت تهريب من سوريا من لبنان من سوريا الى لبنان وتهريب يا سنه يا سنه بال 2005 ليش جيت تهريب ايش عندك؟ ما مش بالمقاومه فما عندي جواز وما اقدر اوصل للدوله انا شو بدك المقاومه؟ وانا احب المقاومه تطلبني بطلابه هذا بينا بضلعنا احنا الشيعه هاي ما نقدر والله والله اذا ما لقينا نتحارك ويا واحد نحط لنا حجر ونتحارك وياهم شنو هذا؟ ما من الله هسه تقول لي تمنى الناصري وتعرف هاي الشغله فطبيت على السفاره كان تحسين موجود القائم بالاعمال العراقيه تحيه وتقدير الى هذا الرجل قال لي عندك جنسية عندك هالشيء طلع لك شلون طلع لك قلت له والله استاذ تحسين انا ضد صدام شنت فلازم انا طلعوا لي زين قال ما طلع لك قوة هي فكان من هالموجود قال لي عندك واحد من قرايبك قلت له عند اهلي كله قال لي خابر واحد من قرايبك يودي اخوك الجنسية مالته وش هالجنسية للسفارة زين للوزارة الخارجية ويطلعوا لك زين واحنا نطلع لك فعلا خطي اخوي مشى طلعوا لي بدقيقة لقيت لي شيخ اسمه الشيخ عايب السيلة وبيران شان ما يقبلوا يطلعوا الجوازة محترق ما ادري مشيت صرت واسطة إلى عرفون رأسا أنا ياهو السفارة طلعوا له فقال لي عندي تليفون عرفوك ما كنت تطلع بالتلفزيون لا ما أطلع بالتلفزيون شلون عرفوك؟ لا يعرفوني بالاسم المقاومة يعرفوني فلان شان أكو الأمريكي يكتب والدنيا كلها إعلامية باسمي إذا قلت لك بيران أحمد دائما يطلع أحمد عز الدين علي يعني أنا يطلع أحمد عز الدين علي يعني أنا يعني أكو رؤية عند الشيعة يقولون كل من ادعى الغيبيات في عهد الغيبة
هذا يعتبر كذاب ومشعوذ. ايه شلون انت شلون ها وياك ما عندي اشكال ابد تلذني شابويا. سؤال اسالك دول الشيعة هذا الامام الحجة يشتغل خباز لو الامام الحجة تيهم وعافهم؟ اذا كان الامام الحجة كل من يدعي كذاب سيد حيدر الحلي بمن التقى؟ ملتقى بالامام الحجة عبد الزهرة القرعاوي، سيد هاشم الحطاب، سيد هاشم نعلشه، ذولا مذكراتهم مو يقولون يقعدوا ويانا ويمشي بينا. سيد علي الخامني طلعت شكبرها قبل اسبوع بالانترنت التقى بالامام 13 مره. هذول هم الشاذ التقى بالامام ليش ما بلغ الامام؟ قال راح اصير عندكم تفجيرات. شاهي عدي وياك انا ارتسلك وان بكوان. بينما ابو علي قال لهم راح اصير عندكم تفجيرات وكتب لهم كتاب رسمي. عندك القضاء العراقي، هل أنا كنت بجنب السماء وحكيت ويا شخص من ساعة قبل لا نطب للحلقة صحيح لو مصحيح؟ نعم صحيح. لو كان وهو كان المحقق الرئيسي بهذه القضية صحيح لو مصحيح؟ صحيح. وهو على هرم الدولة كيف يعتز بي من حكيت وياه وأنت شاهد؟ نعم. حتى أقول لك أني يعني من ضمن الناس اللي إجوني وقال لي أنا أعتذر لك ضللون الربع بعد ما حكيت وياهم السفارة الفلانية. قالوا هي السفارة، قلنا السفارة الفلانية يا أخويا سفارة الصومال. الصومال شنو هاي اللي لقيتها؟ شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ مدعوم أنت من النظام السوري؟ إيه. شنو شكل الدعم؟ كنت أشتغل بشركة كبيرة جدا مؤسسها أحد بيت الأسد، أحد بيوت الأسد، ومنحت كل الامتيازات لصدقي ووفائي، ولم أكن لهم ويعلمون اني ضد حزب البعث جملة وتفصيلا. والله عرفت بسوريا ودولي واحد الى مكتبي وقعوا للقاع فجروا صح الله اكبر كفيلك والله نزله للتراب زين بين الحدود اللبنانية والسورية زرفوا عليه 20 سيارة طلعت عدل كل شيء ما دل. بفلان مكان حطوا له 300 كيلو تي ان تي يعني